وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى قصر الأمم بنادي الصنوبري لإلقاء خطاب أما البرلمان بغرفتيه مجتمعتين الرئيس تبون استقبل بمدخل قصر الأمم من قبل رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي خطاب رئيس الجمهورية أمام ممثل الشعب سيحصل تقييما لإنجازات السنة الجارية وللاوضاع السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه في البلاد مع تحديد افاق السنه المواليه تابعونا على المواقع التاليه